أزمة وطريق مسدود أمام الملال. ما هو فاتف؟ فاتف أو FATF يعني مجموعة العمل المالي الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب. تم إطلاق هذه المجموعة في عام 1989 بمبادرة لمكافحة غسل الأموال. كان نطاق عمل هذه المجموعة في عام 2001 حول تمويل الإرهاب، وتوسع نطاقها إلى تمويل أسلحة الدمار الشامل في عام 2008. يصنف فاتف الدول إلى ثلاث فئات: أولا البلدان التي تلتزم بمعايير هذه المؤسسة، ثانيا البلدان التقدمية نحو هذه المعايير، ثالثا البلدان المعرضة لخطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نظام الملاهي وفاتف. أصبح النظام على القائمة السوداء منذ عام 2010، وفي الوقت نفسه تم قطع جميع العلاقات المصرفية والمالية مع النظام. لكن بتوقيع الاتفاق النووي دخل النظام إلى القائمة الرمادية، كان على قائمة التهديدات ولكن تم تعليق الإجراءات ضده. أعطى فاتف النظام موعدا نهائيا للتصديق على اللوائح الأربعة لهذه المجموعة في برلمانه، وإن لم يتم ذلك ستنفذ التدابير العملية للقائمة السوداء ضد النظام. حتى الآن مددت فاتف الموعد النهائي للنظام مرتين، وتم الإعلان عن المهلة النهائية في 16 من فبراير 2019، ولكن لماذا لم يوافق الملالي على هذه اللوائح؟ سواء يتبنى النظام اللوائح أو لا يتبناها، كلا المسارين لهم تأثير ساحق عليهم. عواقب نشرات فاتف هي: أولا لا يستطيع النظام إرسال الأموال إلى مرتزقته في المنطقة، ثانيا سرقة النظام تصبح تحت مجهر العالم، ثالثا يتم القضاء على إمكانية التحايل على العقوبات. عواقب عدم الموافقة على لوائح فاتف هي ما يلي: أولا فصل العلاقات المالية مع النظام، ثانيا فقدان نفس القدر الموجود من الدعم الأوروبي، ثالثا توقف دعم الصين وروسيا للنظام. ونتيجة هذا المأزق هي انطلاق صراع شديد بين أجنحة النظام: جناح روحاني يدعو إلى الموافقة على لوائح فاتف، وجناح المهمومين مطالب بعدم الموافقة، وخامنئي حائر في هذا المأزق ويتخذ مواقف متخبطة.